تكفى يا ابو ماجد عصابة راسي يا محزمي في الموقف الحساسي اللي فيك هقوى وانت فوق الهقوى يا طويق يا اللي في محلك راسي. تكفى يا عبد الله يا شيخ عتيبه يا ابن عمر اللي ضد القاسي افزع معي فزعة عمر ربعه قدامي اذبح خافقي وجاسي اللي عام ما ذقت الفرح لو ساعة لا جيت بضحك ردني وسواسي اجريت اشيل الهم فوق متوني يهمني سريني بسكة ياسي الا جيت برقد ردني عن نومي ان جيت بجلس عفت انا مجلسي همي مخاويني مدار الساعة والجفن عيالا يجي انعاسي اجريت في همي وجيتك زابن جيتك ومن همي تضيق انفاسي فزعتك يا خالي تبرد غلي يا مقدم عتيبه قوي الباسي او القوم لو كانوا بصلب واحد احد ذهب واحد ما غير حاسي او ترى العرب لو ذخر جد واحد فيهم غناه وفيهم الفلاسي احد لربع شجرة مبروكة واحد لربع شوكة الراسي ما عاد لي حيله وحيلي وقف الحزن زادي والهموم الباسي. تكفى يا مقدم كل روق وبرقع يا ابو عتيبه يا عريب الساسي تسدني وقفتك ساعه دوني وفزعتك العجله خطاب رياسي بين القبايل مركزك في الاول يا عزي ويا تاجيون وماسي ايامي رجلك ما تذوق همومي وجلك بخير ولا تحس احساسي والعز وقف ساعة مشهودة ما هي بتقدرها جميع الناس أو أنت منعجب من حمود الأول ومحمد السيف الحدب والطاسي أو قدامهم شيخ الشيوخ محصن اللي على رؤوس الصعايب داسي أو سلطان سادة الدول خطبها وختمه يعمد صفحة الكراسي أو تركي لحاله ماشي شيخ مثله ما له حلي في ساير الأجناسي أو أبو عمر اللي جزال فعوله لا جات خيله للرمق كرداسي أو أبوك ذكر حي بين العالم ساند معزي ورجل سياسي أبوك أمير وقايد نفخر به عن عد فعله يا عجاز القرطاسي اليوم دورك وانت شيخ اللابه انهض جناح العز يا القرناسي بابك مشرع والرجال الدله روس العرب في مجلسك جلاسي تكفى وتكفى نخوة حساسة تنقال لا جا موقف حساسي تنقال للي فاهم معناها مثلك يا ابو ماجد عصابة راسي.